مشاهدينا رجعنا لكم وفقرة مع الجالية اليوم، ورح نكون بالاستوديو مع ضيوفنا الأعزاء ورح نتحدث عن التعليم العالي هون في أمريكا، وخاصة عن حياة الطالب العربي إن كان مولود بأمريكا أو لا، وتجربته مع الحياة الأكاديمية. ولهالسبب بيسعدنا يكون معنا في الاستوديو عزيزتنا روز نشواتي. هلا يا روز. هلا. هاي. ومعنا أيضا أحمد أمارة. أهلا وسهلا يا أحمد. أهلا أنتِ. شكرا لحضورك معنا اليوم. شكرا لك. طبعا رح نتحدث عن كتير مواضيع إلها علاقة بالحياة الأكاديمية. نبدأ معك أحمد، حضرتك عم بتحضر اليوم للدكتوراه في جامعة NYU نيويورك يونيفرسيتي، دكتوراه في تاريخ القانون. وحضرتك أصلا محامي فلسطيني من قانا الجليل كفر كنا. مزبوط. أعطينا فكرة يا أحمد عن دراستك اليوم وشو الوضع، وين صرت بالدراسة بداية، طمنا. أنا اليوم في السنة الثانية في دراسة الدكتوراه في NYU، توجهت للتاريخ بعد عمل لفترة 10 سنين أو أكثر في القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا السبب اللي أحضرني للتاريخ، لأني أعمل حاليا على حقوق الفلسطينيين بالنسبة للأراضي، مصادرة الأراضي. نعم. والبحث يعود إلى عهد الدولة العثمانية ثم إلى البريطانية ثم إلى القانون الإسرائيلي، وأخذ أنظر إلى القانون بالنسبة للأملاك الفلسطينية منذ العهد العثماني. الموضوع شائك يا أحمد طبعاً، وفيه جوانب عديدة، منها سياسية منها اجتماعية ثقافية وإلى ما ذلك، يعني مواضيع كتير. وروز، to go back to start with you actually, we'll switch to English بعد إذنك يا أحمد. روز، أعطيني فكرة، tell me a little bit about your academic life. First you got your bachelor's degree, right, in political science. And how was that experience for you? Was it hard? I wouldn't say it was hard because I was born in this country and English is my first language. I can't imagine going to another country and then having to go to school there where everyone speaks that language and having to compete with those students. So college wasn't very difficult for me. Mm-hmm. But what I do find more difficult is trying to apply to graduate school. Mm-hmm. This is what we want to talk about. لأنه أحمد يمكن لازم نقول لمشاهدين أنه روز هي أردنية الأصل ولكن مولودة بأمريكا. فصبية عربية كمان مولودة بأمريكا، يمكن مشاهدين يعتقدوا أنه المفروض الحياة تكون سهلة وأنه you could be easily applying to any school you want in America. بس روز عم بتقولنا أنه كمان هي عم بتواجهها اليوم صعوبات في أنها تقدم. أحمد، واجهتك هاي الصعوبات لأنك إجيت على أمريكا بهدف الدراسة. شو الصعوبات اللي طال بيجي على أمريكا اليوم، لأنه اللي عم بيشاهدونا خلينا نكون صريحين بخافوا شوي يمكن من التقديم للتعليم العالي؟ مزبوط مزبوط. عشان هيك التحديات في قبل التعليم اللي هي فترة التسجيل أو خيار الجامعات، فإحنا خيارنا دائما منروحش على الجامعات الـ IV League يعني زي ما بحكوها، فمنتوجه دائما يعني we shoot low. فكمان هي عائق نفسي من الثقة بالنفس، وكمان في شروط القبول يعني امتحانات. أول إشي اللغة الإنجليزية، تستوفي اللغة زي التويفل إكزام، تسجيل وكتابة البحث وعهد البحث كله ياتو يفرق. طبعاً لما الواحد بيصل لهون كمان في تحديات أخرى اجتماعية ثقافية وبالأساس الأكاديمية نفسها. نعم. لأن هنالك فرق شاسع يعني بين التعليم والتجربة الثقافية والبحث في جامعات عربية وبين جامعات أمريكية بالذات أو جامعات. هذا أحمد حاب أحكي عنه الموضوع، الفرق بين الجامعات العربية عندنا بالبلد بعد ما تكون أنهيت دراستك مثلا فيها وجيت على أمريكا، كيف لقيت الفرق أو من تجربتك؟ يعني من تجربة بشكل عام في عملي يعني مع عدة جامعات، الفرق الأساسي هو في توجه لدور الجامعة، على الأقل الدور الأكاديمي. وهذا يتطرق إلى بالأساس شو منساوي إحنا بالمعلومات. نعم. فإذا دور الجامعة هو بس تمرير معلومات وتوزيع معلومات من الأستاذ للطالب، وهل أو أنه دور الجامعة كمان إنتاج معلومات يعني knowledge production. هلا هون الفرق الشاسع خلينا نقول موجود. الجامعات الغربية تعتمد كثير على إنتاج معلومات، عشان هيك في ميزانياتها، في مواردها، في مراكز أبحاث كثير موجودة. طبعا هذا له إسقاطاته على الطالب، على المهارات اللي طبعاً الطالب بعرفها. يعني أنت يعني عندك مساحة حرية معينة أنت تبدع فيها خلينا نقول في أبحاثك، ولكن في الدول العربية اللي عم بفهمه منك أنه أكثر one way المعلومات عم تيجي من الأخصائي البروفيسور للطالب. نعم نعم. يعني بروفيسور من مؤسسة، فأنت يعني عامل مستوعب أكثر من أنك أنت عامل فعال في interaction مع المؤسسة أو مع البحث أو مع الوثائق التاريخية مثلا. نعم. في هاي الحالة طبعا هو بيبدأ قبل الجامعة كمان في المدارس، في المدارس يعني كانت ابتدائية أو ثانوية. كمان من أي جيل أنت بتبدأ تعتمد على نفسك أو في توقعات أنك أنت تخرج عن
إطار الكتاب اللي موجود معك. يعني نخرج من هالمربع اللي نحن فيه. فهون يعني خلينا نحكي الفرق الكبير. أحمد ذكرت امتحان التوفل اللي هو Test of English as a Foreign Language اللي طبعا نقول لمشاهدينا يلي ما بيعرفوا هذا الامتحان لازم يعمله أي طالب ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة. روز, I remember before we started our conversation here behind the scenes, we were discussing those tests. The TOEFL you don't have to do because you were born here, but then there's the GRE, which is the Graduate Record Examination. That's for a general master's degree. That's kind of tough, right? The experience. Oh, it is. A lot of times people spend a year or months and they take classes just to prepare for that exam. And because the graduate schools put a lot of emphasis on that exam, a lot of times even your GPA, that's your grade point average in college, even that, the admissions will view that as secondary to that standardized exam. Mm-hmm. And I think that's a lot of times that's very unfair because they was just glance over your entire college career and then put so much emphasis on that one shot that you have at an exam. You told me about friends of yours who actually, one of them had a higher GPA and was not accepted, and one had a lower GPA and was accepted because of the GRE scores. Actually, it wasn't a GRE, it was an LSAT. That's the law school entrance test? No, law school admissions test. Yep. Yeah, my friend, he had a 4.0. That means every single class that he took in college, he received an A. And then when he took the LSAT, he didn't do too well. And my other friend, she had a 2.8. That's a C+ GPA. Yeah. And she did very well on the LSAT. And she was accepted into every school she applied to. And my friend was only accepted into one school. This is very unfair. My friend who with the 4.0 was only accepted into one school. Yeah. يعني يمكن أحمد عم بتقول روز قديش المشاكل بالنسبة للGRE, لأنه الGRE أبحاث كتير بتقول إنه ما بيعبر عن الانتليجنس تبع أو ذكاء الإنسان أو قدي ممكن ينجح في الحياة الأكاديمية العالية. وكتير من الطلاب, let's be fair, a lot of students don't even go to graduate school because of these tests. Yeah. ما بيروحوا حتى للتعليم العالي. من تجربتك كيف كانت هالتراوما؟ هي تراوما, يعني تراوما بالأساس. كمان كل شروط قبول الجامعات في كثير محلات في امتحانات مشابهة مثل الGRE في أوروبا أو في محلات تانية, فهي يعني بتخلي حياة الطالب محدودة على هالساعة أو الساعتين اللي انت بتعمل فيها الامتحان. نعم. في ناس بتعرف تحضر, بتعرف تكون فري يعني بشكل تقني أكثر تكنيكال. في ناس يعني ممكن تلاقيها ذكية جدا بس بالامتحانات أو ضغط ما بتعملش منيح. نعم. أنا صراحة حاولت أتحايد دكتوراه في التاريخ بسبب الجي ار اي. لو عملت دكتوراه في القانون ما كنتش رح احتاج الجي ار اي. فانا حاولت اني اتحايد لسنين كثير لحد ما قررت خلاص بدي اجرب. العائق النفسي كان كبير, وبالفعل بالاخر درست شوي وعملت الامتحان وزبطت, وبس اكتشفت كمان انه احنا منحدد قدراتنا ومنحدد قدراتنا من جهتنا, وكمان البيئة اللي حوالينا بتفرجيك إنه كل إشي صعب. صعب تنقبل للجامعة, صعب تعمل منيح بالجي آر إي, صعب تزبط مش عارف بأي امتحان أو تجتاز يعني graduate studies. نعم. بس مع التجربة أو إذا الواحد بيعطي حاله شوي مش راح يخسر إشي. بس إذا سمحتي كمان أضيف يعني من تجربة الطالب اللي مش مولود هون, يعني هاي شروط كثير مهمة زي الجي آر إي, زي الجيمت, زي التوفل, زي الإلسات. يعني يا ريت لو الجامعات في الدول العربية أو حتى من المدارس تبلش تحضر الطلاب. يعني في السفارة الأمريكية مثلا أو البريتش كونسل لبريطانيا بحضروا هيك دورات وبيعملوا, بس ليش تهني يعملوا؟ مش الجامعات العربية. صحيح. مش مؤسسات عربية عشان تشجع كمان الطلاب يكملوا تعليم هون عشان يرجعوا كمان. هاي موارد إنسانية وموارد تعليمية مهمة جدا, يرجعوا للجامعات العربية. نعم. أو للدول العربية. تعرف أحمد عم تحكي عن نقطة كتير مهمة وكمان العامل النفسي فيها مهم. بتخيل روز, if we're talking about the mental and psychological situation and how we go through this, and it's a lot of agony and pain, it's a painful process in many ways. How was it for you and where are you at right now? Where is it gonna go with you? Are you planning on continuing? A lot of the trouble that I have is that I let myself be intimidated by it, particularly that GRE, like we were saying. But then in general, they want the graduate school admissions want letters of reference from, especially from former professors. Yep. Mm-hmm. And it's been a couple of years since I was a student, and sometimes professors move on. Sometimes they don't remember you, even if they liked you at the time.
because they have hundreds of students a year. يعني روز, but just before you go on, لا روز عم بتقول طبعاً نقول لمشاهدينا إنه حتى إذا بدك تيجي تقدم بعد فترة بتكون أنهيت التعليم وبدك رسائل يمكن لتأخذ رأي مثلاً من professors أو شيء لحتى تستمر ما بتلاقي هالprofessors بتذكروك حتى أو بيعرفوا أنت مين. So you're facing that problem right now. Especially if you left and years passed and you had a family and all this other stuff and then they're asking you to backtrack and if you don't have these letters of reference, you're at a disadvantage to the other students who came right out of college and their professors did have a good word for them. يعني برضو روز عم تحكي عن قديش أهمية إنه نحن نستمر مباشرة بعد البي اي للإم اي للدكتوراه بدون توقف لأنه هي توقفت وواجهت مصاعب. كيف ممكن يا أحمد هالشي كان أثر عليك لأنه أنت كمان حضرتك كملت الدكتوراه بعد توقف معين؟ أنا كملت بعدي 5 سنين تقريباً. هو توقفت عن الدراسة بس مش عن العمل في المجال الأكاديمي. فأنا يعني أنا بحب إذا يكون في تجربة مهنية بين التعليم مش تجربة طويلة. أنا بوافق مع روزي على الصعوبة إنك ترجع بالفعل ريفرنس يعني توصية مكاتيب توصية نعم. من البروفيسورية. فهون مهم كمان إنه الواحد من خلال التعليم كمان يحصل على يعني يحاول خلال التعليم إنه يأخذ مكاتيب توصية اللي تضلها معه. وكمان مهم يحافظ على علاقة مع البروفيسورز يعني الأدفايزرز أو الناس اللي اشتغل نعم. معهن كثير مهم إيه اللي بيجي بعديه تجربة مهنية يعني بكتب هذا البعد شوي عن, عن, عن الدراسة يعني نعم. بتعطيه كمان زوايا مختلفة للبحث يعني لما أنت بتدرس إشي وبتيجي على الحقل بتلاقي فرق كبير جدا نعم. وكمان ممكن تكتشفي إيش التحديات أو إيش الإشي اللي ناقص يعني صعبة. فبترجعي أنا هذا الإشي اللي خلاني يعني أنا اشتغلت على عدة مواضيع واحد من المواضيع اللي اشتغلت عليها اللي هي حقوق أراضي للبدو الفلسطينيين في النقب فاستنتجت إنه في كثير فراغات يعني المحاكم الإسرائيلية تستعمل قوانين عثمانية وبريطانية من 150 سنة لورا لمصادرة أراضي وما فيش بحث كافي ما فيش يعني نرجع لورا نشوف أوكي شو العثمانيين سوا أو شو البريطانيين وين الاستغلالات بتصير وين هاي الفراغات اللي موجودة في تطبيق سخرية الموضوع أنك عم تعمل هالبحث في الولايات المتحدة الأمريكية بعيد عن وطنك وبعيد عن أرضك وعم عندك هالحرية لتعمل هالبحث مظبوط ولا هي مجرد عالم هيك جميل أنا عم بحاول أرسمه الواقع هيك بشكل عام في حرية أوكي. بشكل عام يعني حرية أكاديمية موجودة إجابة حذر كتير أحمد في شكل عام لا أدسيكي الحذر موجود يعني نعم. اللي بيشتغل على هالموضوع إن كان بروفيسور إن كان جامعة إن كان مركز أبحاث إن كان طالب حذر جدا بالذات لما بتيجي للصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي الفلسطيني نعم. أو الإسرائيلي العربي الكل حذر لأنه العينين كثير مفتوحة لأنه في ديناميكيات مختلفة إما من الجامعة إما من المصاري من وين بتيجي للجامعة إما من اللوبي أو تحديات أخرى نعم. بالنسبة للبحث مهم جدا يعني الحذر نابع من أنه أي استنتاج بدك تصلي له مهم جدا أنه يكون موثق أو مستند نعم. على وثائق تاريخية كبيرة فهون بيجي التحدي أكثر أنه أنت بتتوقع أنه أكثر رح يتحدوك they would challenge you يعني كيف وصلت لهيك استنتاج هاي رأي سياسي خاطئ مثلا انت لا بدك تفرجي هاي رأي أكاديمي هاي الوثائق التاريخية هاي الأشياء اللي موجودة اللي تفرجي علم يعني مبني على وثائق نعم. وحقائق بالزبط. يعني شو رأيك يا أحمد بنصيحة هيك تعطيها للشباب والصبايا أول إشي النصيحة يعني وكلنا كنا في هالوضع إنه نشيل العقبة يعني إنه مش رح نصل لهارفارد أو مش رح نصل لإنوي يعني طبيعي جدا الكل بفكر هيك أو الكل بتخيل إنه أنا مش رح أقدر أتعلم باللغة الإنجليزية يعني كمان متطلع أنا كمان بتطلع مشكلة اللغة طبعا مشكلة يعني طبعًا. أو خلينا نقول تحدي يعني أكثر من إنها مشكلة يعني بس كل مشكلة بتنحل أو إذا فيها حل ومهم إنه يعني ياريت لو يكون الإشي يعني زي التسجيل أو زي الإنجليزي أو زي اللي كل ذكرنا مش بس نتوركس وصحاب يعني يكون مؤسس أكثر على مستوى institutionalized يعني وزارات التربية بالبلاد العربية تأخذ الموضوع بجدية الجامعات تأخذ الموضوع بجدية المدارس اللي موجودة تأخذ الموضوع بجدية تبدأ بكير تهيئ في موارد وفي مؤسسات مش كثيرة إن كان بالجامعة أو بريت الجامعة إذا الواحد بيدور بس بده يتعب ويدور يشوف ممكن يستغلها منيح بس المشكلة هي إنه منعرفش عنها يمكن لازم أحمد نوصل الصورة الأبعد اللي حضرتك عم تحكي عنها بالنسبة لتغيير النظرة للحياة الأكاديمية في الجامعات تغيير السيستم كيف ماشي عنا في الدول العربية لحتى نعطي مجال للطالب لأنه يفكر ويبدع أكثر Rosie, do you think there's anything that you would recommend young adults to do or say?
If I could advise college students, mm-hmm. I would tell them not to become negligent with their GPA. A lot of times, the college student at the time, they're thinking, well, I just want to graduate so I can go get a job. So instead of graduating with a high GPA, like a 3.8, they let it slide. They withdrew from a class. They took the C+ instead of working for the B+ or A. Mm-hmm. And the truth is, when you go to apply, even for a job or for graduate school, it puts you at a severe disadvantage for someone who has a much higher GPA than you do. My advice would be is while you're in college, shoot for the 4.0, because it is very important when you get out, even if you don't think so at the time. Even if you think, I'm just going to stay here and this is all I need, you never know. That's great advice, Rosie. It's great. Rosie عم بتقول طبعاً الحفاظ على معدل عالي في خلال الدراسة حتى في المدرسة وبعد هيك في الكوليج ال 4.0 GPA اللي هو نحصل على علامات الـ A لأنه بالآخر بتبقى مهمة في تحديد يمكن أي أنواع الشغل أو الوظائف اللي ممكن نقبل نشتغل فيها أو يقبلونا نشتغل فيها. At this point, I would like to thank you so much. Thank you, Rose, for being with us. Rose Nesheiwat. And thank you, أحمد أمارة, لأنك موجود معنا اليوم, كنت في الاستوديو. وحديثك طبعا راح بيساعدنا انه نبقى على لقاءات اخرى ان شاء الله مع الطلبه ونروح على الجامعات ونزور ان شاء الله ونشوف شو اللي عم بيصير على ارض الواقع ان شاء الله. شكرا لحضورك احمد. شكرا لك. مشاهدينا من هالفقره بنكون هلا مع فقره اعلانيه, خليكم معنا.